طيب أنا بعد ما لبست الشراب أو الخف الساعة 6:30، لما رحت الشغل قال لقيت المدير بتاعي بعتني اسكندرية، قال لي تروح اسكندرية دلوقتي، والشيخ قال لنا المسافر يبقى 3 أيام من النقط، هنقض الساعة 5 في يوم الثلاث، تحسب طول الأربع الخميس، الساعة 5 يوم الجمعة، المقيم يوم والمسافر 3. وأنا بالشكل ده المدير قال لي سافر أعمل إيه؟ قال اوعى تعمل الثلاثة ده، انت يبقى ما حضرتش الدرس للآخر، اوعى تعمل الثلاثة ده، انت ليك يوم واحد بس. ليه؟ قال لأنك قد لبسته في الحضر، وإذا اجتمع الحضر والسفر قدم الحضر، إذا اجتمع الحضر والسفر في الصورة دي كده، الحضر اجتمع مع السفر، لبسته فين؟ في الحاضر، والسفر طرأ عليا، يبقى يوم واحد. أي حاجة فيها اجتماع بين الحضر والسفر يبقى الحضر هو الأصل والسفر هو الطارئ. أما اللي يبقى 3 أيام بتوع السفر دول شكلهم إيه؟ بعد ما سافرت اسكندرية وفضلت أمسح الساعة 5 لتاني يوم، لأن أنا كأني حاضر، ما فيش السفر ما عمليش حاجة، خلعت الشراب وتوضيت ولبست وصليت ما شاء الله به، ثم نقضت وضوئي وأنا في السفر، ولبست وأنا في السفر وتوضيت وأنا في السفر ونقضت وضوئي وأنا في السفر، يبقى 3 أيام، لأن هنا ما فيش سفر وإيه وحاضر. طب أنا عملت كده في السفر، وقبل 3 أيام ما يفوتوا رجعت، الواد المدير بتاعي اتصل بيا قال له تعالى يا شيخ علي بسرعة، قلت له وانت توديني وتجيب ايه؟ تعالى بسرعة، أدام تعالى بسرعة يبقى اجتمع الايه؟ السفر والحاضر، يقدم ايه؟ الحاضر، يبقى ما نمشيش الا يوم، في يوم فات لأنه ده تبع السفر، واليوم اللي أنا فيه ده بتاع الحضر، يبقى إذن دي أحكام الخف اللي بنلجأ إليها وبنحتاج إليها في أمور من ضمنها الدنيا برد، وبنلبس الخف علشان يبقى في مساحة طويلة 38 ساعة هي المرة حسبناها أو أكتر، بتخليني دفيان، أو الشغل أو البلاد وطبائعها أو كذا وكذا، فده من الرخص. ويمسح المقيم يوما وليلة والمسافر 3 أيام بلياليهن، وابتداء المدة من حين يحدث بعد لبس الخفين، فإن مسح في الحضر ثم سافر أو مسح في السفر ثم أقام أتم مسح مقيم. فهمناها بقى كله ده اتشرح.